السلام عليكم، اتمنى تخلصوا الفيديو تاع اليوم. سيكون راكم جزائريين وحابين تعرفوا قد يكون الارباع تاعك. فيديو يكون فيها مليون، قريتوا التيتر وعلى بالكم شنو النوع تاع المحتوى تاع الفيديو. ليكيب الفيديو تاعي اللي لحقت مليون، اللي هي الفيديو تاع تشري ب 100 في روسيا، لحقت المليون فيو، راهي مليون و 3000 بالك. دونك زربت حبيت نشارك معكم الفيديو هذه، اسمها فيديو خفيفه ظريفه تاع قد انت تدخل دراهم كي تلحق الفيديو تاعك نتايا المليون. بون كاين ناس بزاف حاطين في بالهم بلي اليوتيوبر يدخلوا دراهم حمر والناس قاعدين يربحوا على ظهرهم. درك خاوتي راح نعطيكم بعض الاسرار تاع اليوتيوب. اول حاجه خاوتي يا ليك لا الخفاش، الله لا تربحك، الله لا تربحك، الله لا تربحك. شوف وين ولينا، شوف شوف وين ولينا رانا. نبداو في الفيديو تاعنا. بون فهمكم على حاجه في الربح تاع اليوتيوب كيفاه يكون. كان خاوتي فيديو كي تكون فيها 10 دقائق اليوتيوب يسمح لك باش انك تحط فيها بزاف دي بوب فيها، مالفين تدخلوا تفرجوا نتوما اليوتيوب وتلقاو دوك نقط الصفر يجيو في الفيديو هذوك كامل راهم دي بوب واليوتيوبر راه يسلك عليهم. هذه كي تكون فيديو تاع 10 دقائق، بصح كي تكون فيديو تحت 10 دقائق اليوتيوبر عنده الحق يحط فيها نورمالمون دو بوب، وحده تجي في الاول تاع الفيديو وحده في الاخر تاع الفيديو، والبلاك هذيك اللي تطلع في النص. هادو خاوتي يعتبروا بوب وحده، ما يعتبروش بزاف، يعتبروا وحده فريده. دونك خاوتي انا الفيديو تاعي كانت قل من 10 دقائق فيها بوب وحده، ما راحين تعرفوا نتوما الحقيقه قد تاع قداش ربح من اليوتيوب. هي خاوتي سهله خلاص وايزي بيزي. دخلت انا دخل لي بارامتر تاع اليوتيوب كيما راكم تشوفون، راح نافيشي لكم غير الطرف هذا هنا باسكو نورمالمون ما عنديش الحق نعطي لكم لي بارامتر تاع اليوتيوب كومبلي، راح نعطي لكم غير الفيديو هذه قداش ربح منها. في الفيديو هذه خاوتي اللي لحقت مليون دخلت منها 52 اورو كيما راني قاعد نشوف فيها انا، 52 دولار. وزيد اليوتيوب خاوتي استناو ما تروحوش، استناو مازلنا نهضروا. اليوتيوب خاوتي يدي معاك 30%، تسمى ال 50 دولار هذيك اليوتيوب يدي منها 30%، وانت عندك الحق غير في التفتات اللي يقعدوا لك. من بعد شويه الدولار هذا ماهوش كيما لارو، يكونفرتيوها لك اللورو باش تدخل لك الادسنس، باسكو انت على باس جزائري تخدم بلورو. كي تدخل لك انت بلورو راح تنقص بيان سير، باسكو ماهيش دولار، راه تولي لارو، اللورو غالي على الدولار تسمى راح يطيح البري، تولي لك بلورو. زيد انت تروح تبعثها الادسنس، ادسنس ما يدير لك حتى دراهم، تسمى اليوتيوب كيدير 30%. كي توصلك تروح تجبدها اخي العزيز من البونكو، تجبدها باغ اكزومبل ويستر يونيون ولا، يحسبوها لك بالبري تاع لورو تاع البونكو. تسمى راح تجبدها ان اورو يساوي 13000، ماشي كيما يبيعوا فيه ب 20000، تشري انت ب 13000 صاحبي. تسمى كيصرفوها لك للدينار راح يطيح لك تفيت فات عمياء، تبارك الله طاحت لك 600000 كبيه. تسمى خاوتي الخلوطه هذه كامل اللي راكم تشوفوا فيها تاع اليوتيوب ودنيا اللي راهم يديروا فيه جزائريين، الربح خاوتي تاعو راهو ما عنده حتى معنى. هذه في مليون فيو دخل 52 دولار بعثوا لي اللورو وكتامنا من هيك، هادو كومبلي خاوتي راهم كارثه. لي زابوني زادوا صح، كنت تسمى كتحط فيديو كيما هادي تدخل تدخل بها طوندونس وصل لك الفيديو، لي زابوني زيدوا زادوا لي 22000. ميرسي على حبيبنا هذا لي ابونا كريم، ديديكاس ليك صاحبي اللي كنصور فيديو نتاع ابونيس. دونك ليكيب علموا باللي اليوتيوب راك ما تربحش منه بزاف، تسمى الناس هادو اليوتيوبر دعموهم باللي لايك، دعموهم بالبارطاج، دعموهم بدي كومونتير يكونوا ملاح، باسكو ما اصلا ماهمش قاعدين يربحوا، قاعدين يفيدوا فيكم بلا ربح. هذه ليكيب كان معكم بيبي، فيديو خفيفه بارطاجيت معكم قد تربح في من اليوتيوب فيديو كي تكون 1000 كي تكون مليون. هذه يا خوتي سهله مهله، انت سلام عليكم.